واهلا بيكم مره تانية في قناتي قناه موني ستايل ومعاكم منال سليمان. النهارده فيديو جديد ثلاث اجزاء. الجزء الاول لو انت حابه تتفرجي على اشياء ندمت عليها اني اشتريتها هتكون في الدقيقه اللي احنا فيها دلوقتي اول ما ابدا الفيديو. الجزء الثاني هو مشترياتي من شي ان هتلاقوها هنا في الدقيقه دي. يا رب الفيديو يعجبكم ويلا بينا على الفيديو. هتكلم عنها هي باس اند بادي ووركس، وانا اسفه اني بقول ندمت اني اشتريت حاجه من باس اند بادي ووركس مش عجبتني، لكن هو ده اللي حصل. الاستريس ريليف ده اللي هو اسمه اروما ثيرابي بادي ووش فوم باث، ده ما عمليش ولا استريس ريليف ولا اي حاجه، هو بس ريحته نعناع. ما حبيتش ريحه النعناع ولا في الشتاء ولا في الصيف، ما بحبوش يكون قوي جدا، ف بلاش تجربوا ده، جربوا اي حاجه تانية ممكن تستعملوا. برضو من باس اند بادي ووركس ده جونابير بريز، جونابير بريز الشاور جيل والسبراي. للاسف طبعا انا دايما بجيب السبراي مع الشاور جيل مع اللوشن، في الوقت ده ما كانش فيه لوشن والحمد لله رب العالمين، وكنت جايبه دول بس، فدول من الحاجات اللي ما حبيتهاش تماما تماما اطلاق. ما اتمناش انك تجربيهم، لو شفتيهم بلاش تشتريهم. ريحتهم هو عنب المفروض، تيم العرعر، معرفش ايه العرعر ده اساسا، اوراق العرعر والياسمين ازرق ومسك ندى. بصوا انا عاده ما بحبش ريحه الياسمين، فاي حاجه فيها جاسمين تلاقوني اجز منها قوي، بس انا يمكن اول ما اشتريته وشميته هناك كان حلو عجبني، بعد كده لما اجي استعمله وبعدين احط السبراي لا مش حلو. من العطور المنزلية الطارش، بصوا هو كان شنطة كده في المعرض بيبقى فيه أربع عطور، هي المفروض الواحدة بخمسة، الأربعة يبقوا بعشرين، كان عاملهم أعتقد باتناشر الأربعة أو خمستاشر مش فاكرة. بصوا في البداية ريحتها حلوة، بعد كده بتقلب كحول، عارفين تكرموا لما تخشوا التواليت وبعدين تخشوا بعد أي حد تاني، عارفين في حاجة كده رطوبة، ريحة رطوبة مع حاجة مكمكمة، حاجة مقفلة في الأوضة مقفولة، ما حبيتوش. واللي هي اسمها سيسيليا أو سيسي، أكتر واحدة ما حبيتهاش شركة الطارش، أسفة جدا. من بيت الصابون اللبناني المسك الأصلي أو معطر الجسم بتاع بيت الصابون اللبناني بريحة المسك، أم سوري، الحاجة الوحيدة اللي لقيتها في بيت الصابون وما عجبتنيش وعمري ما هشتري منها تاني وندمانة اني خدتها ودفعت فيها المبلغ ده. وحاجات بيت الصابون اللبناني مش رخيصة، لكن ريحة المسك دي وحشة قوي. عملتيه وعجبك قولي لي عجبك في ايه. بعد كده عطر الشعر ده دانتيل من الشايع است الاسود، على فكرة في منها لون ازازة بيضة، انا ما جربتهاش، اليوم اللي اشتريته فيها كان اونلاين فما شمتش، وللأسف انك دلوقتي عشان تروحي تشتري اي حاجة مش هتشمي، هتاخدي كده عمياني، وطبعا دي مشكلة كبيرة. ودي كانت أول مرة أشتري عطر على العمياني من غير ما أشمه أونلاين، فما أنصحكيش بدانتيل الأسود للشعر. لو عندك واستعملتيه واستعملتي اللون الأبيض برضو قوليلي في الكومنت عجبك في إيه وريحته إيه، ولو عندك ده وعجبك برضو قوليلي، بس ده ندمت ندمت. ندخل بعد كده على كريم ندمت إني اشتريته وضيعت فلوسي فيه، وهو أوريفلام بتاع الصن، معمليش اي حاجه خالص. هو المفروض انك بتحطيه افتر سن، يعني بعد ما تتعرضي للشمس والصيف وكده، انا بحطه دلوقتي ما برجع من الدوام من ال عادي، واستعملته على فكره وانا في البحر قبل كده السنه اللي فاتت، لاني كنت لسه جايباه من اوريفلام. nothing، كريم عادي، يعني مش بتحسي ببروده مثلا لما تحطيه، بالعكس بيزيت الوش وتحسي انك وشك بيلمع بعديها وانت اوريدي بتبقي طالعه عندك تسلخات. اسفه اوريفلام والله انا مش عارفه انت عامله معايا كده ليه. نيجي بقى للميك اب، واول حاجه هتكلم فيها اللي هو البراند بقى اللي هو اب اب فوق فوق فوق، اربن ديكي. للاسف للاسف وندمت اني اشتريتهم، والحمد لله انا اشتريتهم في عرض. الماسكارتين دول من اربن ديكي كانوا عاملين عرض، الزرقاء والبنفسجيه، دي الزرقاء اهي، كتبت البنفسجي قلت بقى ماركه وبتاع وبراند وبتاع، وهفضل على رايي مش كل غالي حلو ومش كل رخيص وحش. جزء يمين وجزء شمال، جزء فاتح شويه وجزء غامق، اوكي ولا بتكثف
ولا بتطول ولا بتعمل حاجه، هي بتدي لون وخفيف مش بتدي لون قوي خالص، وبتتشال بسهوله يعني مجرد ما تدعكي كده بتتشال، بيتشال اللون، لكن بتفضل الرموش متيبسه وناشفه جدا، يعني بتصعبي ليونه الرموش بتبقى صعبه، لكن كلون لونها يعني بيتشال بسهوله، لكن بعد ما تشيلي اللون تلاقي تحط ايدك على رموشك كده تحسي انها ناشفه متيبسه قوي، وبعد ما بتشيليها بتوقع الرموش. فام سوري، ندمت اشد الندم. اربن ديكي هستعمل اي حاجه تانية من عندك، بس دول سوري ايسنس حبيبه الملايين. ام سوري برضو الفرش اللي نوعها اسود دي مش حلوه خالص، محدش يشتريها بنات من ايسنس. اهي ايسنس ده اول ما نزلت كانت اخده ضجه كبيره جدا، ورحت اشتريتها واستعملتها يمكن شهرين او حاجه، وزي ما انتم شايفين هوريكم بنفسكم. شايفين الفرشه؟ يعني ممكن تقع شعره اتنين اما تغسليهم اما كذا، لكن تقع كده. فاللاين ده بتاع ايسنس من الفرش ندمت اني اشتريتهم. سيبال ام سوري سيبال، فرشتك مش عارفه سيبال ما عجبتنيش خالص يا جماعه، انا مكتوب عليها 3 دي ماسكاره سيبال، ندمت اني اشتريتها، بس انا اشتريتها علشان خاطركم وعلشان اجربها في حاجات تانية اقل منها سعرا واكبر واحسن جوده عندكم ايسنس برقبتها باد في الزباله، فعلا دي في الزباله. وتود هاوس حبيبي وحبيب الملايين، دكتور ماسكارا، دكتور ماسكارا فيكسر، دي المفروض انها لما بتحطيها قبل الماسكارا بتدي شعر او بتدي وبر كده للطول وبتاع، انتوا لما تعملوها كده هتحسوا ان فيها شعر. انا جربتها مرتين ثلاثة وقعت رموشي، اولا الشعر ده فيها شعر، فيها زي سمغ، فلما بتحطيه الشعر ده بيلزق، تيجي تشيليه اولا بيوقعلك مع كل رمش رمشين، فوقعلي رموشي ما عجبنيش. عايزه اقول لكم ان ده بيتباع مع ماسكاره الرموش بتاعتهم اللي هي بتظبط الرموش، جيبوهاش. وندمت جدا اني اشتريتها ومش هشتري منها تاني، وبلاش يا بنات تستعملوا الحاجات اللي بيقول لك دي فيها شعر وفيها رموش وتطول لك رموشك وتحطيها تحسي انها بتلزق في بعضها، وبعد كده لما تيجي تشيليها بتبقى صعبه جدا. وكده الجزء الاول خلص، هنروح على الجزء الثاني وهو مشتريات شيء. يلا بينا. من شيئين للبنوتة اللي بتساعدني في البيت. شايفين هي حجم رجليها صغنطوط، فانت لو عندك بنوتة تقدري تجيبلها. طبعا انا هحط لكم كل روابط الحاجات اللي اشتريتها تحت الفيديو، هقول لكم كمان الاسعار. يمكن دي كانت باتنين دينار او حاجة زي كده مش فاكرة، لكن الخامة بتاعتها حلوة قوي وعجبتني شكل الشوز بصراحة. تاني شوز دي اللون ده اهو حلو برضو قوي، شايفين شكل الشوز حلو قوي. دي كانت برضو حوالي 2 دينار او حاجه زي كده او 2 دينار ونص علشان خاطر العيد. الخداديات دي طبعا انتوا عارفين انا بحب حاجات البيت وتجديد وكده، الخامه بتاعتهم شويه على مخملي اهي، قلت اجيبهم لاوضه النوم. اتنين كانت بنص دينار على فكره، مخمليه شويه، معرفش بقى مع الغسيل هتوبر ولا لا، اكيد هعمل ريفيو والله بجد اوعدكم بالحاجات اللي استعملتها في منشي ان كلها. وكمان جبت ده، دول اغطيه سيليكون بياخدوا شكل الطبق علشان تغطي بيه لو انت عندك حاجه ملهاش غطا مثلا وحبيتي تغطيها. بصوا على ثلاث اشكال، ثلاث مقاسات مختلفه اهم. بعد كده جبت حاجه للفيديوهات، دي خلفيه حبيت قوي ان انا اغير في الخلفيه. واو بصوا حجمها اهو، تعليق كده اهو، انا هوريها لكم دلوقتي في الصوره. بصوا حتى بمسامرها بحاجتها، شوفوا جست ان انت هتدقدقيها وتعلقيها، ليها علاقه. هم اصلا عاملينه ورا السراير في اوضه النوم. بعد كده جبت السرير ده او ملايات سرير، اول واحده جبتها اللون ده، هطلع لكم دلوقتي صورتها، حلوه قوي. شايفين لون الملايه عامله ازاي يا بنات؟ انا بحب اللون اللبني جدا، اولا بيفتح معاكي الاوضه. معرفش فيها اكياس مخدات ولا لا، لا ما فيهاش اكياس مخدات، هيبقى عيب طبعا فيها. ودي كمان ملايه ثانيه
لون الرمادي. عايزاكم بقى تقولولي في الكومنتات اي لون اللي عجبكم اكتر. دي الخامة بتاعتها حاسة انها فيها مخمل اكتر، بس دي من غير استك، انا قلت اجرب ده وده عشان بعد كده لما احب اطلب اعرف اطلب. وادي ملاية كمان برضو رمادي، جبتها للولاد. دي بقى صغيرة مقاسها، دي بصوا مقاسها من 100 لمترين. دي للولاد اهي، شكلها حلو برضو عجبني، وكان عليها عرض، والحلو انها باستك. الاستك بيمسك السرير قوي ويديه شده كده ويبقى حلو قوي، بيديله شكل حلو. وبقيه الملايات طبعا هتقولوا ايه ده يا منال جابت ملايات شي ان كلها، لا بس قلت اجيب اتنين للولاد واتنين ليا، عشان كده تلاقوني جايبه اربع ملايات هحطهم لكم كده كلهم مع بعض. ادي واحده وادي الثانيه وادي الثالثه ادي الرابعه. انتوا بقى قولوا لي اكتر لون حبيتوه. والبنوته كانت جايبه برضو اندرات، الاندرات بتاعتهم حلوه قوي، البنوته الصغيره حبيت اوريكم برضو عشان هي مقاسها لو انت عندك بنوته او كده. شكل الاندر شكله حلو قوي، ومكتوب عليه بالايام الاسبوع، بصوا ثيرزداي وماندي مكتوب على كل اندر اسم اليوم، فهي لو بنوته صغنونه عندك عشان تعرفيها انها لازم تغير الاندر وير بتاعها كل يوم. جبت للمره الثانيه، انا لو كنتوا فاكرين كنت جايبه كراسي، فخامه الكرسي حلو جدا، وده يعتبر ريفيو، غسلته اكتر من مره ما وبرش، فقلت اجيب كمان للكنف. جبت دول النوع ده او الشكل ده، هما حتى كاتبين لك الطريقه اللي تستعملي فيها او تحطي الكنف فيها. جبت للبره، جبت كنبتين لبره وكنبتين للي جوه، هوريها لكم بقى من جوه. بصوا قافلين الحاجه ازاي كانها هتطير، نفس خامه الكراسي. الله الله الله، بصوا بقى اللون اهو، انا مش عايزه افكه قوي. جبت اللون ده اللي هو على رمادي على ابيض، دول هحطهم في الاوضه الموف اللي جوه بتاعه الولاد، ويبقى تغيير برضو للعيد، بس يا رب يطلع المقاس مظبوط. وده النوع الثاني او اللون الثاني اللي بره للصاله، انتوا عارفين انا بحب الاصفر. وبصوا معاها كمان خدديات، الله على الجمال، نفس الخامه. اول حاجه الشورت ده لابني الصغير، يا رب يكون واضح، لزوجي. بجد يا بنات الخامه ما تخيلتش انها تكون حلوه كده، بس لسه هشوف الغسيل بتاعها. ده اللون الازرق بحبه قوي قوي للرجاله طبعا، طريقه الكولا مع الجزء بتاع الزراير عجبني جدا. وده كمان لابني صغير، على ابني، فهودي لابن اختي، شكله صغير قوي، بس مع انه مكتوب عليه من 11 ل 12، بس شكل ده مقاسه صغير، مش قادره اقول لكم الخامه عامله ازاي. وانا قلت ده برده للمصيف وللصيف حلو قوي، فده يا دوب هيروح لابن اختي. مبروك عليك يا محمد. بصوا القميص، او يعني هو شويه على ستان، انا ما بيعجبنيش الراجل اللي يلبس ستان للامانه، لانه اصلا حرام، ما كنتش متخيل ان هو على ستان، ف مفيش مشكله، وممكن يلبسه في البيت او يخرج بيه مره او مرتين، ما اعرفش هيرضى يلبسه ولا لا. بعد كده جبت الوالت دي او الاثنين والت دي، برضو دي مش ليا، للبنوته اللي بتشتغل معايا اهي من جوه، بس تقضي الغرض. وفيها كمان اهي علاقه تقدر تعلقها بيها، وشكل السلسله اللي فيها الصغنن ده، وتقدر تاخد فيها، خفيفه مش سيئه. ده جبت دي تنفع عليه، بصوا فيها جوه كده بتاع رفنوعه خالص، بتحطيها عشان تحطي فيها زيت مثلا لو حبيتي تعملي حمام زيت او صبغه او اي شيء. ودي برده نفس الشيء، بتحطي فيها الزيت اللي انت عايزاه وتوزع على الشعر، فيها سنين كده طبعا. الشيفنج دول ثلاث قطع مشرشرين زي ما انتم شايفين، هجربهم برده اقول لكم عليها. وكمان جبت الفيشيال، فيشيال مساج دي برده للبشره اهي، هي المفروض انها بصوا بتتحرك اهي، هجربها بصراحه. انا جبت واحده ثانيه من مينيسو، هشوف بقى مينيسو احلى ولا دي احلى، دي تقيله كده وماسكه نفسها. وهدي واحده لرشوش اختي برده، وهخلي واحده ليا. وجبت الليجن ده، يا رب بس يطلع مقاسي، شكله حلو طبعا، ده بلبسه في البيت، البسه تحت العبايات السوداء، ممكن لو لابسه عليه حاجه طويله قوي ممكن اخرج بيه. جبت الاظافر دي، دي مره ثانيه اشتري منها، عجبني قوي الاولانيين، بس للاسف ما فيهمش جلو، فهشتري جلو. وانا عجبني الشكل بصراحه، شايفين اللون النبيتي مع الرسمه دي عجبتني قوي. جبت الفرشه دي، اول مره اجيب فرشه منهم، اللي هي فرشه الكونتور، هي طبعا الشعر بتاعها صناعي، فهجربها واقول لكم اخبارها ايه. وجبت برده ست الفرش دي علشان الحواجب، اتنين تلاتة يعني يعتبروا شاملة كاملة كده، عجبتني بصراحة، هجربهم واقول لكم برضو، لان دي اول مرة اجيب فرش من شي ان. فدول الشيمر هايلايت ده، هو زي تقليد افرة كده، السواتش بتاعهم اهو،
هو الايلاينر ده، ايلاينر ازرق. ما عنديش بصراحه فلوماستر كده، حتى لونه الازرق بتاعه عارفين اللي هو لون الكحلي، اللي هو مش الازرق اللي ضايقك، فاهمين؟ مش الفاقع قوي. ومعاه الاستامبه اللي هي بتعملي بيها الايلاينر اهي، كان باينه اكتر على العلبه. واخر حاجه جبتها هي الكاب دي، بسميها الهيت باج، تحط في الكهرباء وتسخني الحمام الزيت بتاعك، وفيها درجات اعتقد اهي، انا لسه ما جربتهاش. جبتها مش علشان اقدم بيها فيديوهات، بس غاليه بصراحه على سعرها. فثلاثة نار اعتقد انها، انا حسيت انها كانت ممكن تكون اكبر من كده. فيها منها ثلاث الوان، لا بصراحه لفتت نظري للتصوير، يعني انا لو حابه مثلا اعمل تصوير احط دي واصور عليها هتعجب، يعني كده بصوا مثلا واصور على الانستجرام، حسيت انها ممكن تديني شكل حلو للتصوير. كده خلصنا المشتريات، يا رب تكون عجبتكم، وهسيب لكم روابط كل حاجه اشتريتها من شي ان في صندوق الوصف عشان تروحي لو حباها وقولي رايك فيها وذوقي عجبك ولا لا. يا رب تكون عجبك فيديو النهارده، وما تنسيش اخر الفيديو لايك 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 لايك، بليز بليز ما تنسيش اللايك، وتعملي لي كمان سبسكرايب يعني اشتراك هنا، هتدوسي على الاشتراك وتدوسي كمان علامه الجرس عشان يوصلك كل جديد بنزله واشعار بكل جديد بنزله، واشوفك في فيديوهات اخرى. بحبكم قوي، باي باي.